أنا السيد الكامل السيد أحمد الرفاعي جمع إنسان إيه؟ يقول لك جمع إنسان شنو؟ ناسية كثيرة أناسية كثيرة كم عددهم؟ كثيرة من كثرة من أشحد إنما الطول اللي روح حد والمفرد حليب إيه مفرد حليب حلبة حليب حليب مفرد حليب 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 اسم جنس مش مفرد مدد ابن حجاز لا يا عم الشيخ لا 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 الإجابة دي بقى لا هي ما تلاقي الكلمة ملهاش معنى ملهاش جمع تعيدها لأصلها يبقى لبن يبقى ألبان تقل لا يا رجل على الكلمة نفسها ولا على معنى هي مفرد صح فعيل هي على وزن فعيل جمعها حلبة حلبة يحلبوا كلام الدكتور صح تهضمتوا عليه ليه كده كلكم صفية يعني هتدفع عن الشيخ ما انت ظهرت لك كرامة اسمع الإبل فيه كتاب اسمه مفردات القرآن لرب الأصفهان الإبل مفردها الذكر جمل والأنثى ناقة البقر مفرده إيه؟ بقرة أيوه بقرة بقرة أيوه لكن طيب والضأن مفرده إيه؟ هو ده نفس الشيء مفردات الحليب ملوش معنى الذكر فالرد الأصل هو اللبن هو حليب مفرد جمعها حليبة حليب مفرد؟ مفرد جمعها حليبة حليب مفرد؟ مفرد دي انت جبت المفرد انت المفروض تقول جمع حليب احليبة ده بتيجي دايما في الامتحانات في مصر حليب جمع لا حليب مفرد مفرد الجمع حليب مفرد جمعها احليبة ما تيجي اصلا حليبة؟ لا ايه حليبة دي بقى؟ ليه قصك؟ يا ابني حليب جمع ملوش معنى حليب مفرد ترد للنت وما تبقاش تقول ادخل على النت ده متكرر في الثانويه العامه ايوه طيب حليب مفرد جمع احلبه احلبه ايه بقى في كلمه اسمها احلبه ايوه ادخل جمع جمع قله طب ادخل وشوف اجابتي صح ولا غلط عايز انت يا سياده الاستاذ مالكش دعوه بالشيخ يفصل سؤالك انت حكيتنا شوف على النت وريح مفرد شوف اقول مفرد حليب مفرد حليب مستشار قال من بكره اجيب من الكلحه